كانت قوة الاف اس ماكس صغيرة وضعيفة، القوة اللي بتنتج من هذا التباطؤ اللي هي الاندفاع اللي صار للأمام المفاجئ هذا، ايش رح يعمل؟ رح يخلي الكتاب قادر انه يتغلب على الاف اس ماكس وبالتالي ينزلق للأمام. شو رح نعمل احنا؟ رح نشوف ايش مقدار القوة اللي رح ينتجها تغير السرعة من 20 الى 0 خلال هاي المسافة، كم الفورس الناتجة عن ذلك، ونقارنها بالاف اس ماكس كم بتساوي. فرح نحكي الآن القوة اللي عندنا F راح تساوي M الماس اللي هي 3.8 ضرب A التسارع اللي هو ناقص 6.67. طبعا القوة المؤثرة هون هي لازم تكون للعكس لليسار، اللي هي تعيق اندفاع الجسم للأمام، ما في قوة بتسحب في الجسم للأمام. إذن F راح تساوي، راح تطلع بالموجب طبعا، 3.8 ضرب 6.67، فالناتج هو 25.35. إذن هاي القوة اللي فعليا بتنتج عن هذا التسارع، يعني كأنه في قوة الجسم بده يروح للأمام، وفي قوة احتكاك مع الكرسي بتبطل خلته إيش يتوقف بعد فترة. مقدار هاي القوة 25.35. يا ترى كم قوة احتكاك السكوني فعليا الناتجة عن المقعد؟ إذا كانت القوة احتكاك السكوني أكبر من هاي القوة، إذا خلاص الجسم راح إيش؟ راح يتوقف وما ينزلق فعليا، الاحتكاك السكوني راح يمسك الجسم على الكرسي. وإذا كانت قوة احتكاك السكوني أبطأ أو أقل من هاي القيمة اللازمة لتحريكه بهذا التسارع، فهذا معناه إنه الكتاب راح ينزلق وتكون الجملة المكتوبة هون خاطئة. الإف إس ماكس تساوي ميو اس في ان، الميو اس اللي هي 0.65 زي ما هي قيمتها موضحه هون 0.65 ضرب النورمال فورس، النورمال فورس الان اللي هي نفس الام جي، ام جي اللي هي الماس 3.8 ضرب 9.8. اذا ضرب النورمال فورس اللي هي 3.8 ضرب 9.8، هاي هي النورمال فورس، فبيطلع الجواب 0.65 ضرب 3.8 ضرب 9.8، الجواب هو 24.2 نيوتنز. إذا قوة احتكاك السكون العظمى الموجودة بين هذا الكتاب وبين الكرسي هي 24.2. الآن القوة اللي بتنتج عن التباطؤ في السيارة اللي صارت هون هي 25.35، معنى ذلك أنه قيمة قوة الاحتكاك السكوني الموجودة فعليا لن تستطيع أو لن تكون كافية على إيقاف هذا الكتاب. لأنه إذا بنلاحظ شباب، لو كانت قوة الاحتكاك السكوني أكبر من 25.35 معناها أنه هاي القوة ستكون كافية لإيقاف الجسم مع السيارة بدون ما يصير انزلاق، رح يوقف خلص يعني مع تحرك السيارة. لكن فعليا اللي رح يصير، لا، الكتاب رح ينزلق مباشرة نتيجة هذا التسارع. إذا هاي مسألة 56. خلينا نشوف الآن مسألة رقم 60. 56 حليناها على ورقة السؤال نفسها. خلينا نشوف الآن مسألة رقم 60. مسألة 60 تحكي لنا إنه في عنا women at an airport، في المطار، is towing her 20 كيلوغرام suitcase at constant speed by pulling on a strap at an angle above the horizontal كما في الشكل. يعني في عنا امرأة بتجر في شنطتها بسحب الحزام تاعها، زاويتها القوة اللي بتشد فيها مع الأفق هي ثيتا، الماس of the suitcase يعني الحقيبة كتلتها 20 كيلوغرام. طبعا حكالي هنا جملة في غاية الأهمية لازم ننتبه عليها، at constant speed يعني هي بتجرها بسرعة ثابتة، إذا مباشرة شو راح تكون الـ A تساوي 0، وبالتالي نستطيع تطبيق قوانين الاتزان على هاي المسألة، القوة اللي على اليمين بتساوي القوة اللي على اليسار مباشرة. الآن she pulls on the strap with 35 نيوتن force، يعني هي بتسحب فيها بقوة 35 نيوتن، and the friction force on the suitcase is 20 نيوتن، قوة الاحتكاك المعطى هي 20. إذا أعطاني الـ FK كم بتساوي، وأعطاني قوة الشد في الخيط كم بتساوي.
نحكي الآن، خلينا نرسم المسألة. هذا الجسم M تساوي 20 كيلوغرام، في عندنا قوة بتشده بهذا الشكل، هاي الإف بتساوي 35 نيوتن، في عندنا إف كي معطاه في السؤال، إف كي جاهزة، فريكشن فورس يعني قوة احتكاك بتساوي 20، الزاوية اللي هون هي ثيتا. المطلوب في السؤال طبعا A تساوي 0، فرع A draw a free body diagram of the suitcase، ارسم مخطط القوة. فبنحكي هاي الجسم رسم القوة اللي عليه، طلع نضيف عليهم الوزن W، رح يكون MG اللي هي 20، لو اعتبرنا الجاذبية 10 بيطلع 200، وفي عندي normal force للأعلى. طبعا N لا تساوي 200 لأنه في قوة زاوية هون. الخطوة الأولى تعين اتجاه الحركة لليمين واضح، الخطوة الثانية عينا القوة المؤثرة على الجسم، الخطوة الثالثة الآن إني أحلل القوة الغير منطبقة على المحاور، محور X على اليمين ومحور الواي للأعلى، فرح يكون في عندنا هون 35 كوساين ثيتا، رح يكون في عندنا للأعلى 35 في ساين ثيتا، وهاي القوة خلص تحللت راحت. بعد هيك محللنا القوة منطبق على القوانين، فبنحكي مجموع القوة اللي فوق يساوي القوة اللي تحت، لأنه الجسم بيتحرك على محور الإكس وبالتالي على محور الواي بيكون في اتزان، فاللي فوق بيساوي اللي تحت. إذا إن زائد 35 في ساين ثيتا بيساوي 200. هاي المعادلة فيها مجهولين، فيها الثيتا مجهولة والإن مجهولة. أوكي، هذا على محور الواي. الآن نروح على محور الإكس. الآن محور الإكس هل هو محور في عليه تسارع ولا اتزان؟ نحكي لأنه في السؤال حكى لي إنه الجسم بتحرك بسرعة ثابتة، إذا A راح تكون بتساوي 0، إذا هذا يعتبر متزن، وبالتالي أيضا على محور الإكس مجموع القوة اللي باتجاه اليمين بتساوي مجموع القوة اللي باتجاه اليسار. القوة اللي باتجاه اليمين هي 35 كوساين ثيتا، ما عندنا غيرها، 35 في كوساين ثيتا بيساوي على اليسار اللي هي 20. إذا كوساين ثيتا راح يساوي 20 على 35، إذا ثيتا نفس راح تساوي، شفت، كوساين 20 تقسيم 35، 55.15 ديجري. لو كملنا في السؤال عوضنا قيمة ثيتا هون راح نحصل على إن زائد 35 في ساين 55.15 يساوي 200، ونقلنا هاي على الطرف الثاني، إذا إن راح تكون 200 ناقص هذا الجواب، إذا إن تساوي 200 ناقص 35 ساين الجواب اللي كان موجود هون، يعني 171.28 نيوتن. أوكي، خلينا نرجع الآن للسؤال. هيك الخطوات اللي احنا نتبعها، أعطتنا هاي الأشياء، طلعت لنا، رسمنا الفري بودي دايجرام، عرفنا قيمة الثيتا، عرفنا النورمال فورس. خلينا نرجع للسؤال. السؤال بيحكي لنا مرة أخرى فرع A draw a free body diagram of the suitcase، رسمناها. فرع B what angle does the strap make with the horizontal، what angle يعني طلع قيمة الثيتا، والثيتا طلعناها 55.15. فرع C what is the magnitude of the normal force، ايش هي القوة العمودية الN واللي احنا طلعناها هون مباشرة، that the ground الأرض exerts تؤثر بها on the suitcase، الجواب هو 171.28. فمجرد ما نمشي احنا على الخطوات بنعرفها، المطالب تطلع تلقائيا لحالها. اذا الترك اللي في السؤال هون مفتاح الحل هو constant speed، السرعة ثابتة، A بتساوي 0. لو ما حكى لي اياها لازم يكون معطينا الA في السؤال. لو كانت الامرأة بتجر الحقيبة بتسارع، في تسارع، ما بقدر احكي انه يمين بيساوي يسار، لازم نحكي انه اليمين ناقص اليسار يساوي ام في A، ولانه انا اليمين عندي فيه مجهول فلازم هو يعطيني التسارع بالسؤال،
أو يعطيني ثيتا ويطلب التسارع على سبيل المثال. أوكي، إذا هاي هي المسألة 60. خلينا نشوف الآن مسألة أخرى، مسألة 61. مسألة 61، السؤال بيحكي لنا 3 كيلوغرام بلوك starts from rest، بدأ الحركة من السكون at the top of a 30 درجة incline، مستوى مائل زاوية 30 درجة، and slides، انزلق a distance of 2 متر down the incline in 1.5 second، خلال 1.5 ثانية. خلينا نحول الشكل ده رسمه. في عنا انكلاين وفي جسم بده ينزلق عليه. الجسم كتلته هي 3 كيلوغرام from rest، اذا في 1 تساوي 0 at the top of 30 درجة انكلاين، and the slides a distance of 2 متر، اذا هو انزلق مسافة بتساوي 2 متر اللي هي دلتا اكس، down the incline in 1.5 second، إذا التايم المعطى معنا في السؤال هو 1.5 second. فرق إيه؟ The magnitude of the acceleration of the block، بده قيمة التسارع كم بيساوي. فبنحكي عندي V1، عندي الدلتا X اللي مشاها الجسم، وعندنا التايم وبده التسارع. دلتا X تساوي V1 في T زائد نص A T تربيع. V1 بتساوي صفر، دلتا X بتساوي 2 نص A، التايم اللي هو 1.5 تربيع. إذا A تساوي 2 ضرب 2 4 على 1.5 تربيع. واحد بوينت تمانية وسبعين متر per second square. هذا فرع A. الآن فرع B في السؤال. فرع B بيحكي لنا the coefficient of kinetic friction، بدنا ميو كي between block and plane، بين البلوك وبين البلين كم مقدار ميو كي. هلا شو بنعمل هون؟ خلينا نعيد الرسم مرة تانية. ونرسم الجسم ونعين القوى المؤثرة عليه، لأنه بده ميو كي. هيك دخلنا بموضوع نيوتن والقوى. 3 كيلوغرام الماس، إذا أنا في عندي الوزن بيساوي 30، في عندنا النورمال فورس هون اللي هي N، وفي عندنا لأنه الجسم بينزلق لتحت عكس الحركة في عندنا هون FK. بعد ما نعين القوى بهذا الشكل، اتجاه الحركة واضح طبعا، بنحط محاور. فهذا هو محور الواي وهذا هو محور الإكس بهذا الشكل. الزاوية اللي هون طبعا هي 30 درجة. الآن بنحلل الوزن، راح يكون في عندي 30 في كوساين 30، وراح يكون في عندنا هون 30 في ساين 30، وهاي راحت. بعد ما حللنا صارت كل القوى منطبقة على المحاور، بنبدأ بتطبيق القوانين وبنبدأ بالمحور اللي ما في عليه حركة، المحور اللي في عليه اتزان. فبنحكي القوة اللي فوق بتساوي القوة اللي تحت. القوة اللي فوق هي النورمال فورس N، اللي تحت هي 30 كوسين 30، قيمتها راح تكون 25.98. حكينا النورمال فورس بتهمنا الآن عشان نطلع منها قيمة الإف كي. فالإف كي هي ميو كي ضرب الإن، لكن الميو كي مجهولة في السؤال، إذا بخليها ميو كي مضروبة في 25.98. تمام. هلا بحكي بعد ما خلصنا التحليل وعوضنا القوة على محور الاتزان اللي فوق بيساوي اللي تحت، بنروح على محور الحركة اللي هو محور الإكس.
فبنحكي إنه مجموع القوى على محور الـ X تساوي M في AX. في عندنا قوتين 30 سين 30 اللي هي نفسها 15 ناقص FK لأنه FK عكس الحركة. إذن 15 ناقص FK بيساوي M الماس اللي هي 3 ضرب A وA إحنا طلعناه بالفرع الأول اللي هي 1.78. طيب 15 ناقص FK اللي هي هون 25.98 ميو كي يساوي 3 ضرب 1.78 5.34. إذا ننقل هاي هون بصير زائد إشارتها، رح نجيب هاي هون بصير ناقص، نطرحهم من بعض ونقسم على معامل ميو كي، فالميو كي رح تطلع بتساوي 15 ناقص 5 اللي هي الجواب اللي كان هون تقسيم 25.98 هي معامل ميوكي، فبيطلع الجواب 0.37 وميوكي ليس لها وحدة. إذن هاي عرفنا قيمة الميوكي كم بتساوي. يعني نرجع للسؤال لأنه لسه في فرع سي وفي فرع دي. فرع سي بيحكي لنا the friction force acting on the block، بده قيمة الاف كي. نحكي اوكي، بعد ما حسبنا ميو كي بنرجع بنعوض قيمتها في قانون اف كي، فراح يطلع معانا انه اف كي تساوي ميو كي اللي هي 0.37 ضرب 25.98، راح يكون الناتج هذا الرقم ضرب 25.98 9.66 نيوتن. تمام. فرع دي الآن the speed of the block after it has slide 2 متر، كم راح تكون سرعتها بعد ما تمشي مسافة مترين؟ يعني كأنه بيحكي لي إنه هو في نهاية المترين هون الجسم لسه فيه له سرعة، فكم قيمة هاي السرعة؟ ما توقف، ممكن يكون توقف، بدنا نشوف هلا. الآن فرع دي نحكي أنا عندي المسافة، عند الـ V1 عندي التسارع، فبنقدر نحكي إنه الـ V2 تربيع تساوي V1 تربيع زائد 2 في A في دلتا X، الـ V1 اللي هي 0 الـ A طلعناها اللي هي 1.78 والدلتا X اللي هي 2 متر، فبيطلع الناتج 2 ضرب 1.78 ضرب 2 7.12 لو أخذنا الجذر لها. إذن V2 راح تساوي 2.67 متر بير سكند. سؤال بسيط تطبيق مباشر على القوانين، لكن فكرته هون إنه الميو كي مش معطى مجهولة أنا بدي أحسبها، لكن بالمقابل هو أعطاني الـ A، ما أعطاني الـ A مباشرة، أعطاني أشياء أحسب منها قيمة الـ A. السؤال كان ممكن يكون كثير أسهل لو هو أعطاني الـ A وبعدين أنا أطلع ميو كي، أو لو كان السؤال إنه الميو كي معطى وطلب مني أنا أحسب الـ A بيكون هذا السؤال هو تريفيال، السؤال التقليدي أو العادي. تمام، خلينا نشوف الآن مسألة 64. بنحل مسائل كثير على تشابتر 5 زي ما انتم شايفين، لأنه أفكاره متنوعة ومختلفة شوي عن بعضها، ولازم الواحد يضبطها بكثرة حل المسائل حتى تكون أمور كثير واضحة بالنسبة له. Problem 64، هاي السؤال. السؤال بيحكي لنا 3 objects are connected on a table as shown in figure 64. The coefficient of kinetic friction، معامل الاحتكاك اللي هي الميو كي، between the block of mass M2، هاي M2 هين هون سطح خشن، and the table is 0.35. إذن 35% قيمة الميو كي، إذن ثلاث أجسام مربوطة ببعضها على طاولة كما في الشكل، معامل الاحتكاك بين الجسم الثاني والطاولة هو 35%. The objects have masses of M1 4، إذا هاي 4 قدرتها، و M2 1 اللي هون 1، و M3 اللي هي 2 كيلوغرام، إذا هاي 2 كيلوغرام.
and the pulleys are frictionless. ما في إلهم احتكاك. فرع A, draw a free body diagram of each object. نعمل free body diagram لكل واحد منهم. B, determine the acceleration of each object. نطلع التسارع لكل جسم, وطبعا لأنهم مربوطين مع بعض يعني one system زي هيك, إلهم كلهم نفس التسارع, مربوطين بهاي الحبال مع بعضهم. فرع C, determine the tensions in the two cords. بدنا الشد في الحبلين اللي هم كم بيساوي كل واحد منهم, لأنه عندي خيطين, إذن في عندي شدين مختلفات عن بعض. What if, ماذا لو, فرع D, if the tabletop, سطح الطاولة, were smooth, كان أملس, ما في احتكاك, يعني هاي شلناها من هون, كان أملس, would the tensions increase, هل الشد في الخيوط راح يزيد, decrease, يقل, or remain the same, راح يبقى كما هو, explain, وضح ذلك. أوكي, خلينا نحل السؤال الآن, نرسمه. هون 1 كيلوغرام, هون 2 كيلوغرام, هون 4 كيلوغرام. طبعا واضح لانه الجسم اللي هون فوق سطح الطاولة في الوسط جاي, اللي بحدد اتجاه الحركة هو الاثنين والاربعة, مين راح يتحرك, لان الاربعة اثقل راح ينزل من هون, اذا اتجاه الحركة راح يكون بهذا الشكل. هيك اتجاه الحركة, تمام. معطيني انه الجسم اللي في الوسط هون ميو كي, سطح خشن, ميو كي 0.35. مطلوب نعمل free body diagram, بعدين نطلع التسارع ونطلع الشد. فبنحكي بالنسبة لفرع A الـ free body diagram, الجسم الأول هذا هو M1, M2, M3, وزنه للأسفل 40, للأعلى رح نسمي هاي T1. هذا الجسم القوة اللي عليه هون, فينا T1 نرى نفس الخيط, وفينا T2 بتجر بالعكس, فينا الوزن تاعه اللي هو W تساوي 10, 1 في 10, وفي عندنا النورمال فورس اللي هي أيضا رح تكون بتساوي الوزن اللي هي برضو 10. لأنه حركته باتجاه اليسار, فعنا قوة احتكاك باتجاه اليمين اللي هي FK معاكسة لاتجاه الحركة. الجسم الثالث اللي هو M3 اللي هون, في عنا التنشن للأعلى, والتنشن اللي هون نفس التنشن اللي هون, نفس الخيط T2, وفي عنا وزن نحو الأسفل اللي هي 20 نيوتن. لما نعمل الفري بودي دايجرام بدي أرسم كل واحد لحاله. فهي الجسم الأول M1 في عليه 40 وفي عليه T1, إذن هون في T1. الجسم الثاني في عليه M2 لليسار, لليمين T2 وFK, وفي عليه لليمين T1 وللأعلى N وللأسفل W اللي بتساوي 10. طبعا احنا اتفقنا مدام اني عرفت ان قيمتها 10 نحسب انها قوة الاحتكاك, فبنحكي انه FK تساوي ميو كي في N 0.35 ضرب N اللي هي 10, فبيطلع الجواب 3.5 نيوتن. إذن FK معروفة قيمتها 3.5 نيوتن. الجسم الثالث M3 في عنا W للأسفل اللي هي بتساوي 20, وفي عنا تنشن اللي هي T2 نحو الأعلى قوتين. هذا هو الفري بدي دايجرام لكل واحد من الجسمين. أوكي, هذا فرع A. فرع B طلب منا نطلع التسارع لكل واحد من هاي الخيوط, تسارع كل واحد من هاي الخيوط. اوكي, ناخذ الجسم الاول مكتوب معادلته, احنا معينين القوة, كل القوة منطبقة على المحاور, ما في عندنا تحليل, طبقنا على محور الاتزان, صف نطبق على معادلات الحركة على اتجاه الحركة اللي فيها تسارع. فالجسم الاول في عندي ال40 مع الحركة والتي 1 عكس, اذا 40 ناقص تي 1 يساوي 4 اللي هي الماس, 4 في A.
الجسم الثاني باتجاه الحركة عندي T1، وعكس الحركة عندنا T2، وعندنا FK اللي هي 3.5. إذا الجسم الثاني T1 مع الحركة ناقص T2 عكس الحركة ناقص 3.5 اللي هي الاحتكاك عكس الحركة يساوي 1 اللي هي الكتلة، 1 في A يعني A. الجسم الثالث في عندنا T2 مع اتجاه الحركة والعشرين عكس، إذا T2 ناقص 20 يساوي 2A. لو جمعنا هاي الثلاث معادلات مع بعض راح نحصل على ما يلي: T1 راح تروح مع T1 والT2 راح تروح مع T2، راح صفي عندي 40 ناقص 3.5 ناقص 20. 40 ناقص 20 20 ناقص 3.5 يعني هي 16.5 يساوي 4A مع الA هي 5A، 5A و2A 7A. إذا A تساوي 16.5 تقسيم 7 2.35 أو 36 متر بير سكند سكوير. هذا فرع B. هسا فرع C بدنا نطلع T، بنطلع T2 من المعادلة الثالثة اللي هون، فبنقول T2 تساوي 2A زائد 20 فبيطلع الناتج 2 ضرب 2.36 زائد 20 24.72 نيوتن. T1 عشان نطلعها ننقل T1 على الطرف اليمين ونجيب الأربعة على الطرف اليسار بتصير سالب، فT1 تساوي 40 ناقص 4 ضرب A، A اللي هي 2.36 فبيطلع الناتج 30.56 نيوتن. تمام، هاي T1. الآن فرع D بيحكي لنا لو نفس السؤال ما في احتكاك، نفس المسألة ما في احتكاك، ايش رح يصير في الشد في الخيط، في الخيوط الموجودة مع التوضيح. اكسبلين، وضح ليش. شباب اتأملوا في هاي المعادلات اللي هون، الثلاث معادلات، لو كان ما في احتكاك الاختلاف الوحيد رح يتغير انه الثلاث ونص رح تروح. لو فيش احتكاك الاربعين والتي ون والتي ون والتي تو والتي تو والعشرين ما حيتغير عليهم اشي، بس الافكي حتلتغى، وبالتالي رح نشيل من هاي المعادلة 3.5، وبالتالي حيصفي عندي 40 ناقص 20 يعني 20، فالرقم اللي هون راح يكبر، فراح تصير قيمة الـ A هي 20 تقسيم 7، وبالتالي الـ A راح تزيد. إذا أول إشي بنعرفه إنه إذا لغينا الاحتكاك الـ A قيمتها راح تزداد. طب إذا زاد الـ A شو بصير؟ خلينا نطلع على المعادلة الثالثة. الـ T2 شو هي؟ 2A زائد 20. 2A زائد 20 لما قيمة A تزيد، هيها قيمة الـ A اللي هون تزداد، قيمة الـ T2 راح تزداد معاها. إذا T2 أشمالها راح تزداد. طيب هنشوف التي 1. التي 1 شفنا نقلنا هاي على الطرف اليمين وجبنا الأربعة A لهون، فصارت تي 1 تساوي 40 ناقص 4 في A. لما قيمة الـ A تزداد يبطل هون 2.36 يصير رقم أكبر، بصير تي 1 هي 40 ناقص رقم أكبر شوي، وبالتالي راح يقل الناتج عن 30. يعني مثلا 2.36 طلع الجواب 30، لو كانت هاي صارت 3، 4 في 3 12، 40 ناقص 12 28. فإذا T1 إيش رح يصير فيها؟ T1 رح تقل. إذا إيش رح يصير في التنشنز في الحبال الثلاث؟ رح تتغير قيمها، ما رح تظلها ثابتة. T1 رح تقل وT2 رح تزيد، وسبب ذلك هو تغير الأكسلريشن في المسألة، وزي ما احنا شايفين في المعادلات التنشن مرتبط ارتباط وثيق بالأكسلريشن، لأنه هذا ثابت، كتلة الجسم ثابتة والماس ثابتة، كتلة وبالتالي الوزن ثوابت. لما قيمة الـ A تتغير راح تتغير مع T1، في علاقة خطية بينهم، وكذلك الـ T2 هون مع الـ A. إذا هذا هو حل سؤالنا. خلينا الآن نشوف مسألة أخرى، مسألة رقم 65.
مسألة 65 تحكي لنا two blocks connected by a rope. rope يعني حبل. of neglected negligible mass are being dragged by a horizontal force. زي ما هو في الشكل. يعني في عندي جسمين مربوطين بحبل، الحبل هذا فيه قوة مقدارها T، قوة شد، واثنين قاعدين دراجد بينسحبوا بقوة مقدارها أو اسمها F. السؤال بيحكي لي suppose F تساوي 68 نيوتن، اعتبر F 68، M1 بتساوي 12، M2 بتساوي 18 كيلوغرام، and the coefficient of kinetic friction between each block and the surface is 0.1. إذا الـ μk مطافي هذا السطح 0.1. الام 1 حكينا 12، اذا هذا 12 كتلته، والام 2 18، والفورس اللي هون قيمتها 68 نيوتن. مطلوب A draw a free body diagram for each block. هذا صار مطلوب ستاندرد. فرع B بيحكي لنا determine the acceleration of the system. طلع قيمة التسارع تاع السيستم كامل لانه لهم نفس التسارع. The tension T in the top in the rope. مقدار الشد في الخيط. اوكي، كالعادة احنا اول اشي بنعمله دايما بنرسم السؤال تاعنا. هذا ام 1 اللي هي 12 كيلوغرام، هذا ام 2 اللي هو 18 كيلوغرام، فيهم قوة بتشد قيمتها 68 نيوتن بهذا الشكل. ميو كي معطاة بتساوي 0.1. المطلوب نطلع الفري بودي دياجرام والتسارع والشد. سؤال ستاندرد اصلا هو مكتوب اوكي. الان الجسم الاول شو القوة المؤثرة عليه؟ المؤثرة اللي هون 12، كتلة 12، وبالتالي رح يكون في عنا W تساوي 120. في عنا للأعلى normal force، ولأنه ما في قوة بزوايا حتكون قيمتها أيضا 120. في عنا tension T، وفي عنا FK بهذا الشكل، خلينا نسميه FK1 لأنه هذا M1 وهي N1. طبعا احنا مباشرة شو رح نعمل؟ رح نحسب قيمة FK1. FK1 رح تساوي ميو كي في ان 1.1 ضرب 120، فراح يطلع الجواب 12 نيوتن. اذا اف كي 1 تساوي 12 نيوتن. تمام. الجسم الثاني شو القوه اللي عليه؟ في عندنا ال 18 بتعمل وزن مقداره 180، هاي دبليو 2. في عندنا تي شد في الخيط راح يكون باتجاه اليسار. في عندنا ان 2 نحو الاعلى اللي هي راح تكون نفس الوزن 180، وفي عندنا اف باتجاه اليمين 68. طبعا ما دام عرفنا ان2 بنحسب منها اف كي 2. اف كي 2 راح تساوي ميو كي في ان2، ميو كي نفسها 0.1 ضرب ان2 اللي هي 180، فبيطلع الجواب 18 نيوتن. اذا الفورس اوف فريكشن نعرفه التنتين. اتجاه الحركه طبعا واضح انه باتجاه اليمين. الان المطلوب الاول في السؤال فرع A بده الفري بودي دايجرام. فالجسم الاول اللي هو ام 1 هاد ال 12، في عنا T باتجاه اليمين، في عنا N1 باتجاه الأعلى، في عنا W1 باتجاه الأسفل، وفي عنا FK1 باتجاه اليسار. الجسم الثاني اللي هو أكبر شوي M2، في عنا F باتجاه اليمين و T باتجاه اليسار، والوزن طبعا باتجاه الأسفل، والنورمال فورس N2 باتجاه الأعلى. أوكي، فرع بي مطلوب نطلع التسارع، فرع سي نطلع التنشن. فبنحكي بنمسك الجسم الاول اللي هون اللي على محور الاكس، محور الواي خلص اشتغلناه وطلعنا منه الان، ومنها حسبنا الاف كي. محور الاكس اللي فيه عليه التسارع اتجاه الحركه نحو اليمين زي ما حكينا، وبالتالي التي بتكون مع اتجاه الحركه، والاف كي 1 عكس الحركه مع عكس، فراح تكون سيجما اف تساوي ام في ام. الجسم الاول الان التي مع الحركة، والاف كي 1 اللي هي 12 عكس، اذا ناقص 12 يساوي ام 1 اللي هي 12.
إيه. الآن الجسم الثاني لما نطبق عليه المعادلة أيضا على محور الإكس، الإف مع اتجاه الحركة والتي عكس، فراح تكون 68 ناقص تي اللي هي عكس الحركة. نسينا هون نحط الإف كي، في إن هون إف كي 2 اتجاهها راح يكون عكس الحركة، إف كي 2 هون الجسمين عليهم احتكاك مش بس الجسم الأول. إف كي 2 اللي قيمتها أصلا معروفة اللي هي 18 ناقص F ناقص T ناقص الـ FK2 اللي هي FK2 18 كله بيساوي 18 اللي هي الماس في A. الآن نجمع المعادلتين مع بعض فرح يطلع معنا T رح تروح مع سالب T، 68 ناقص 12 ناقص 18. هلا ناقص 12 ناقص 18 هدول ناقص 30، مع 68 رح يصفي عنا ناقص 8 ناقص 38 يساوي 12A و 18A 30A. الآن نقسم على معامل 30، نقسم على معامل A، A راح تساوي ناقص 38 على 30. ما جبنا الناقص ما بصير، هاي زائد زائد 38 هدول مع بعض ناقص 30 من 68 بيطلع موجب 38 تقسيم 30 38. الواحد هو بحل لازم يكون دائما يراجع يطلع شو بيكتب، لانه مرات بيطلع معاه اشي غير منطقي فبده يتاكد. مرات الواحد بفقد بقل تركيزه او بيسهى شوي وهو بحل، فالتركيز دائما ضروري ومطلوب شباب خصوصا اثناء الامتحان. 1.27 متر بير سكند سكوير، هنا عرفنا قيمة مين؟ قيمة الـ A. هلا بدنا نطلع هذا فرع B، فرع C شو بنعمل؟ بنعوض قيمة الـ A في واحدة من معادلات الـ T اللي عندنا، مثلا بالمعادلة الأولى نعوضها هون، فراح يطلع معنا T ناقص 12 يساوي 12 ضرب A اللي هي 1.27. ننقل هاي بتصير زائد T تساوي 12 ضرب 1.27 زائد 12، فالجواب 27.24 نيوتن. اوكي خلينا نشوف الآن مسألة رقم 81 في الكتاب. هاي المسألة مهمة جدا وكثير بتيجي في الامتحانات لما تكون الامتحان مش ملتيبل تشويس، امتحان مسائل، وممكن تيجي ملتيبل تشويس لانه حلها مش طويل ولا معقد. السؤال بحكي لنا an inventive child named Nick، يعني في ولد اسمه نيك، wants to reach an apple in a tree without climbing the tree، بده يوصل التفاحة اللي على الشجرة بدون ما يتسلق الشجرة. فراح شو سوى؟ سوى اشي اصعب كثير انه يتسلقها عشان يصير في عندنا مسألة. نزل حبل وحط عليه بكرة، والبكرة مرق عليها روب بهذا الشكل، حط هنا زي تشير كرسي جلس عليه وسحب بالجهة الثانية بالخيط، فصار هو يسحب ويرفع نفسه من الجهة الأخرى. Sitting in a chair connected to a rope that passes over a frictionless pulley اللي احنا حكيناه قبل شوي. Nick pulls on the loose end، صار يسحب في الطرف الفاضي مش ممسوك اللي مش مربوط بالكرسي، off the rope with such a force that the spring scale reads 250 نيوتن. القوة اللي كان يشد فيها خلت القراءة تاعت الميزان تكون 250 نيوتن. طب القوة اللي بشد فيها نيك هي ايش؟ هي التنشن، الشد في الخيط تي، فهو بشد 250 فلفوق بكون 250 فعل ورد فعل، اذا التي 250، اذا بستنتج انه التي هون ايضا كم راح تكون قيمتها؟ راح تكون 250 نيوتن على الطرفين. الآن بحكي لي نيك ترو ويت از 320 نيوتن، يعني هو نفسه وزنه 320 نيوتن، اعطاني الوزن مباشرة، فخلينا نطلع الماس. الماس راح تكون الوزن تقسيم الجي الجاذبية 9.8 وللتقريب نعتبرها 10 32، اذا الكتلة تاعت نيك هي 32. and the chair weights 160 نيوتن، الكرسي نفسه الويت تاعه هو 160 نيوتن، وبالتالي الماس حتكون الوزن